مرة أخرى تلوح تركيا بعملية عسكرية برية في كردستان سوريا بعد أيام عدة من القصف المدفعي والطائرات الحربية والمسيرة على أكثر من 45 موقعاً في أغلب مدن وبلدات كردستان سوريا. ويرى أغلب المواطنين في كردستان سوريا غاية تركيا هي الضغط على الكرد ليهاجروا أكثر وقطع أي متنفس عنهم اقتصادياً وسياسياً وزعزعة أمن المنطقة، بالإضافة إلى أن الضغوطات الداخلية على الحكومة التركية والأزمة الاقتصادية التي تعيشها أنقرة كلها مسببات جدية للهجمات المتكررة على كردستان سوريا. تركيا التي تسلطت على السوريين وبخاصة الكرد في روجافا بأي حجة، بأي تستطيع أن تضرب هنا وهناك، وهذا يؤثر سلبيا على نفسية المواطن في معاشه، في يومه، في كل شيء. هناك الدول الأقليمية، دول كبرى مثل روسيا، أمريكا، مفروض يدخلوا ويحطوا حد لهالمسيرات. وما بعرف، أنا أتوقع أنه الأمريكا والروسيا عم يعطوها الضوء الأخضر للأتراك لحتى يبعثوا الطائرات المسيرة. بالدليل آخر تفجير صار قام يمشي عن طريق طائرة مسرعة الحزام بينها وبين المطار 200 متر. يتوجه أهالي كردستان سوريا إلى القوى العالمية الضامنة أمريكا وروسيا بضرورة الوقوف بوجه الغزو التركي المتكرر وإيقاف أي عملية محتملة، هي واجب تلك القوى، بالإضافة إلى أن وحدة الصف الكردي هي الدواء الشافي للمواجهة والانتصار. فهذه الهجمة تأتي كما قلنا نتيجة الضغوطات الداخلية، وعلينا نحن ككرد أن نتكاتف ونمد يدنا لبعضنا البعض ضد هذه الهجمات. وسنة 2023 إنها سنة حاسمة بالنسبة للقضية الكردية. هنالك تقسيمات جديدة لا محالة، سواء كان في تركيا أو في إيران أو في الدول الأخرى. هناك مكامن كثيرة لخطورة الهجمات التركية واستمراريتها على كردستان سوريا، فعدا عن كل ما ينتج عن الهجمات من خراب وقتل وتهديد، هناك الخطر الأكبر ألا وهي إعادة تشكيل داعش الإرهابي من جديد. تستمر استهدافات تركيا للسيارات والمواقع في كردستان سوريا، وهناك عدد كبير من المدنيين فقدوا حياتهم جراء هذه الاستهدافات وسط صمت دولي، كما أن تنظيم داعش الإرهابي وعبر خلاياه النائمة تستمر هي الأخرى بالتحضر لهجمات نفذت بعضها في دير الزور والحسكة. لزاغروس تي في، أختنا سعد قامشلو.